حياكم الله. إذا كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أقر رئيس الحكومة محمد السوداني بوجود هجمة من التجارة غير الشرعية التي تستهدف إبقاء العراق سوقا استهلاكية للسلع المستوردة التي تستنزف العملة الأجنبية. وأضاف السوداني أنه عمل للوصول إلى تجارة واضحة ومعلومة، لكن هناك محاولات للالتفاف على قرارات الدولة كي تستمر التجارة المشبوهة. ولفت إلى أن هناك جهات تسعى إلى إجهاض المشاريع التي توفر فرص عمل للكثير من الخريجين في مختلف الاختصاصات على حد قوله. اعتبر النائب محمد البلداوي أن أبرز أسباب أزمة الدولار في العراق هو منع أمريكا تمويل البنك المركزي العراقي بكامل احتياجاته من الدولار. وقال البلداوي إن أمريكا تتعمد عدم صرف مستحقات العراق من الدولار وتأخيرها، يرافقها تهديدات بفرض عقوبات على البنك المركزي. وعلى العكس من هذا الرأي، تكرر إدارة البنك المركزي بين حين والآخر التأكيد على أن الدولار متوفر، وإنما يحدث هو وجود تجارات وعمليات مشبوهة للحصول على الدولار وتهريبه إلى دول أخرى. أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن أزمة سعر الصرف في العراق لا يمكن حلها من دون حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران. هذا وتستمر أسعار الصرف في الارتفاع بحوالي 30 نقطة على الأقل عن السعر الرسمي المقرر من قبل البنك المركزي، الذي قرر رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10% في إجراء يهدف للحد من انخفاض قيمة العملة. قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، قال إن الحكومة في بغداد هي من تتحمل مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان العراق. وأضاف شعبان أن حكومة كردستان العراق تبذل قصارى جهدها من خلال إرسال الوفود الفنية وتقديم كل المعلومات للحكومة في بغداد من أجل صرف الرواتب بشكل منتظم، مؤكدا وجود جهات سياسية وصفها بالتحريضية على الحزب الديمقراطي تدفع للتظاهر ضده، وهو ما يتسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين. اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق جهاد حسن، اعتبر أن حل مشاكل كردستان العراق مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز. وقال حسن إنه لا يمكن لجهة معينة، سواء كانت الحكومة في بغداد أو حكومة أربيل، أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لا يمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز. أشار حسن إلى أن إقرار قانون النفط والغاز ينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وأربيل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادلة. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.